كما تابعنا بكل تأكيد هناك حركات من الفبركة منتشرة وتزييف حقائق وكذب وافتراء في بعض الأحيان، وفي كثير منها تابعناه في خلال الأيام الماضية. الفبركة والتزييف وقلب الحقائق منهج تستخدمه أدوات الإعلام، ومنها قناة الجزيرة، أدوات الإعلام الإرهابية وقنوات الإخوان الإرهابية، فتختلق فيديوهات وتغير حقائق وصولا لأهدافها التحريضية. خلينا نشوف مع بعض إزاي مثلا قناة الجزيرة تقدر تفبرك مشاهد لمظاهرات. نشوف ونرجع مرة تانية. ببيت وإيه؟ يعني نفهم من كده إن تغطيه مظاهرات الجزيرة أحسن مننا، إلا لو كانت الجزيرة بتغطي مظاهرات الإخوان بطريقة مبتكرة. خلينا أشرح لكم أعزائي المشاهدين، كما تلاحظون المظاهرة اللي فينا هي المظاهرة اللي في مطروح، نفس البيت وعمود النور هنا هو نفس الأسلوب المعماري للبيت وعمود النور هناك. يعني لو انت عزيز المشاهد بتتفرج علينا في هنا، راجع نفسك لانك احتمال تكون ساكن في مطروح انت مش عارف. نرجع لموضوعنا، بس يمكن تكون غلطه غير مقصوده، جليتش في المكنه مثلا، مش قصدهم يعني. لكن نرجع هوب على الشاشه تاني مع بعض ونشوف نفس المحافظات، هنلاقي ان نفس العيلب والتيشيرت الزرقاء في بورسعيد اهو ركز معايا اهو، فتح سبرنت وجري وصل ساعه اسوان. الله، نسمع السقفه الحلوه المهنيه قناه الجزيره يا جماعه. الله، ايه الجمال ده، يا سلام. شايف الشغل العنظيف؟ ما تسيبش حاجة وراك. ده الشغل اللي على نضيف، من محافظة لمحافظة، جليتش في المكنة أو مشكلة، يعني بيقدر يتحرك، بينتقل في الزمكان من ويندو لويندو، من جزء في الشاشة لجزء تاني بيوديه محافظة تانية. ده اللي احنا تعودنا عليه من القنوات الإرهابية أو قنوات الإعلام اللي بتساند جماعة الإخوان المسلمين، اللي بتفبرك الحقائق وبتزيفها وبتنقل من ناحية. وده بكل تأكيد الدكتور باسم يوسف في البرنامج يعني واضح ان الموضوع مش وليد اللحظة، وبكل تأكيد كل آلة إعلامية بتستخدم تبعا لأهوائها الشخصية. دي صورة وبتتكرر على مدار فترات متباينة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.